موجز لأهم الأخبار. مديرا مخابرات أمريكا وبريطانيا يؤكدان أن حماس فكرة وأن قتلها يكون بفكرة وبديل أفضل للفلسطينيين، ويشددان على ضرورة إنجاز صفقة التبادل ووقف النار في غزة بعد مقتلها أمس في الضفة الغربية خلال احتجاج ضد الاستيطان. عائلة الناشطة الأمريكية عائشة نور تطالب إدارة بايدن بالتحقيق واتخاذ إجراءات ضد إسرائيل. في السودان وصل مدير منظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم إلى بورت سودان بعد تقارير عن انتشار وباء الكوليرا بفعل الحرب المستمرة. لقطات مصورة من مسيرة أمريكية تظهر استمرار الحرائق في الناقلة سونيون، والمهمة أسبيدس الأوروبية تؤكد أن لا تسرب نفطيا منها حتى الآن. روسيا تسيطر على بلدة جديدة شرقية دونيتسك، ومسيرات روسية تستهدف منطقة المجمع الحكومي والبرلمان في كييف. احتجاجات حاشدة في فرنسا استجابة لدعوة تيار اليسار بعد استبعاده من تشكيل الحكومة رغم فوزه في الانتخابات، ورئيس الوزراء المكلف يتعهد بحكومة جامعة بعد الفلبين والصين. الإعصار ياغي المداري يضرب شمال فيتنام ويتسبب في اقتلاع الأشجار وغلق معظم الشوارع.